من هي السلطة المختصة بتحريك مسطرة ترك الوظيفة؟ يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها تغيبه عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول. قد نص الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية أنه تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية، وتقوم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، فصل 75 من ظاهر الشريف رقم 158/00، إلى أنه لا يمكن تحريك المسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله. منشور رقم 00 سنة 2003 للوزارة المكلفة بتحديد القطاعات العامة. خلال الأجل المحددة قانونا، إضافة إلى أنه يترتب على تحريك المسطرة عدة إشكالات لأن تبعاتها تكون جد قاسية على الموظف. السلطة التي لها حق التسمية. لقد خول المشرع المغربي للإدارة في حالة ترك الوظيفة تطبيق عقوبة العزل المشار إليها في فصل 75 المكرر دون مشاركة أي هيئة أخرى، أي عدم ضرورة استطلاع رأي المجلس التأديبي قبل أن تصدر الإدارة قرارها بالجزاء، لكن عدم استشارة المجلس التأديبي مقترنة بشرط إنذار الموظف بالتحاق، حيث جاء في قرار المجلس الأعلى إن المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968 والمتمم للظاهر 24/1958 لا يبيح عدم استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيفة إلا شرط أن يندر الموظف بالتحاق في أجل 7 أيام من يوم التبليغ، وأن عدم مراعاة هذا الأجال بأكمله يعتبر إغفالا لإجراء جوهري يترتب عنه إهدار للضمانة التأديبية التي كفلها القانون للموظف. هذا قرار للغرفة الإدارية بمجلس أعلى عدد 24/1970، أي أن الرئيس على سبيل المثال وزير التربية الوطنية بوصفه السلطة التسمية أو أي شخص مفوض له ذلك طبقا للقانون هو الذي يجوز له تطبيق عقوبة العزل المنصوص عليه في فصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون استشارة المجلس التأديبي أو عرض الموظف على المجلس. ما هي الإشكالات التي تترتب عن تحريك المسطرة؟ إن تحريك مسطرة ترك الوظيفة من طرف السلطة المختصة يترتب عنها عدة إشكالات، من أبرزها التأخير في الإخبار بالقطاع عن العمل، تطبيق مسطرتين في آن واحد، أي مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة الرخص المرضية. بعض الأحيان يتم تطبيق مسطرتين أيضا، مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف العمل. هناك أيضا الخلط بين حالة انقطاع عن العمل، انقطاع بسبب انتقال أو نتيجة الاستيداء أو الوفاة أو التقاعد أو بسبب الاعتقال أو المتابعة القضائية. تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام الإدارة بالتحريات الأولية الضرورية لمعرفة أسباب تغيبه، والتي يمكن أن تكون خارج عن إرادته أو راجعة لظروف قاهرة، مثلا حادثة، مرض عقلي، مفقود أو متغيب عن أهله. بطء المساطر الإدارية، حيث أن قيام الإدارة بتوجيه إنذار للمعني بالأمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير من 48 ساعة، مما يترك المجال للموظف باستئناف عمله والإدلاء بشواهد طبية تحت ذريعة عدم التوصل برسالة الإنذار. حماية الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة. جاء المشرع المغربي من مجموعة من النصوص القانونية التي تضمن من جهة مبدأ الرقابة الرئاسية على الأشخاص، ومن جهة أخرى تكفل للموظف ضمانات قانونية تحميه من كل أشكال الشطط في استعمال السلطة حتى ما اتصل منها بالإجراءات التأديبية، إضافة إلى قيامه بتحديد تغيب عن العمل بصفة غير مشروع. الضمانات الممنوحة للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة. لا يمكن الحديث عن تأديب موظف الموجود في حالة ترك الوظيفة دون التطرق للضمانات المخولة له، وهي ضمانات مسطرية منصوص عليها في فصل 75 المكرر، وضمانات قضائية جاءت استنادا على اجتهادات قضائية لمختلف المحاكم الإدارية المغربية. الضمانات المسطرية الموجودة في فصل 75 المكرر، يظهر لنا من خلال فصل 75 المكرر هذا أنه قبل اتخاذ مقرر العزل بسبب ارتكاب خطأ ترك الوظيفة بدون سبب، تلزم الإدارات باتخاذ إجراء أولي وهو توجيه إنذار على الموظف التارك للوظيفة بدون سبب بضرورة العودة إلى وظيفته بالإدارة، وذلك خلال 7 أيام موالية لتبليغ هذا الإنذار. ولقد اعتبر المجلس الأعلى هذا الإجراء إجراء جوهريا يؤدي انعدامه إلى أن يعاب مقرر العزل بعيب الشكل، وبالتالي بطلان العقوبة المتخذة، أي أن الإنذار المذكور حسب هذا الفصل يبقى الضمانة الوحيدة بالنسبة لهذه المسطرة الاستثنائية. الضمانات القضائية، اعتبار إمكانية التعسف من قبل السلطة المختصة بالقرار التأديبي في حق الموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة، وبعد استنفاء الطرق الإدارية للتعرض على التأديب يبقى اللجوء للقضاء من أجل الطعن في هذا القرار لسبب من الأسباب وسيلة وضمانة في نفس الوقت لحماية حقوق الموظف. ومن الضمانات التي أكد عليها القاضي الإداري للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة، نجد أولا ضرورة تعليق قرار العزل الصادر من الإدارة. فالمشرع المغربي أصدر قانون رقم 01/03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. ويشكل هذا القانون أحد الضمانات الهامة في مجال احترام المواطنين، وأحد الضمانات القانونية لإلزام السلطات الإدارية بالتقييد بأحكام المشروعية. ثانيا، ضرورة استناد القرار المتخذ من طرف الإدارة على وقائع ثابتة ثبوتا قطعيا ويقينيا، لا على مجرد وقائع عامة مبنية على مجرد الشك والتخمين. أي ضرورة إثبات ما تدعيه الإدارة في مواجهة الموظف المخطئ، وتعتبر هذه الضمانات من الضمانات الأساسية للموظف، ولقد اشترط المشرع توفيرها حتى في العقوبات البسيطة والجسيمة مثل الإنذار والتوبيخ. ثالثا، ضرورة مراعاة ضمانات الإنذار باستئناف العمل المنصوص عليه في الفصل 75 المكرر من قانون الوظيفة العمومية كما هو داخل أجل 7 أيام. وتجاهل هذه القاعدة يترتب بالضرورة إلغاء القرار المطعون فيه لشك في استعمال السلطة. ما هي الإجراءات الوقائية وآلية التتبع لتصدي لظاهرة ترك الوظيفة؟ إن التصدي لظاهرة التغيب الغير مشروع عن العمل يقتضي الانخراط الجدي والتزام كافة المسؤولين بالإدارة العمومية والجماعة الترابية من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية، مع إرساء ما يتطلبه ذلك من آليات تتبع مناسبة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير. الإجراءات الوقائية، تتحدد هذه الإجراءات الوقائية كما حددها المشرع في إجراءات يومية دائمة تواكب عمل الموظفين في الإدارات العمومية بشكل يومي، وأخرى دورية تتم عبر فترات محددة بشكل سنوي. الإجراءات اليومية الدائمة، في هذا الصدد لتعيين وضع آليات لرصد التأخرات والتغيبات غير القانونية وتتبعها على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وتحريك المسطرات التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيب 10 أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة أو متواصلة، وذلك باتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ، ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي في حالة تكرار هذا السلوك. وفي نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية المعنيين بالأمر، وتوجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهم بها، وغني عن التذكير أنه ينبغي الحرص على أن تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالأمر للترسيم أو للترقي في الرتبة أو للترقي في الدرجة بالاختيار أو بالشهادة أو بالامتحان المهني أو للشغل مناصب المسؤولية أو مناصب الإدارة التربوية إلى غير ذلك. ما هي المراجع المعتمدة في هذا العرض؟ هناك الظاهر الشريف رقم 18500 بمثابة نظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره بواسطة القانون 1097 والمرسوم 296216 الصادر سنة 2000 بتحديد الشروط وكيفية تطبيق القانون رقم 1281 بشأن اقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين على العمل بصفة غير مشروع إلى غير ذلك من المراجع. وفي الختام، شكرا على تتبعكم. إذا كانت هناك استفسارات أشياء غير مفهومة يمكن مناقشتها في تعليق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.